حياكم الله، تقبل الله طاعتكم. أول هذا الجامع الناس هنا يفرشوا في الشارع من زحمة الخريف، ولكن الحين جوامع الظفار خفت الزحمة منها. تعرفوا السياح لما يجوا على خريف ظفار الجامع كله زحمة، صدقوا نحن ما نحصل مكان داخل، برا نفرش ورذاذ وطين، وأهم شيء نصلي الحمد لله رب العالمين. لكن أغلب الجوامع في ظفار فول زحمة زحمة، يعني شوف حتى شوفوا زحمة أهل ظفار كيف باركنات ماشي من الزحمة ما شاء الله. أنا في مكان عجيب جدا عبيد، البيت هذا مهجور. ها شوف 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 هني الورود، لو تزرع عنده شوف هناك فوق. أوه. لو تزرع حتى بين الدرج طالعات ما شاء الله الزهور. على فكرة في معلومة بقول لكم إياها، الحين اللي بيجي على ظفار بيشوف هناك كأنه شيء كذا بني، هذا الورد الوردي، هذا الورد تشوفونه، هذا الورد اللون الوردي من بعيد ينشاف كأنه في جفاف، لا هذا هو الورد مع الخضار كذا، عاطي منظرها. شوف عاطي منظر، يوم بتشوف بالكاميرا ما أعرف إذا واضح ولا لا، عاد بتي هنا بتشوف بتقول دوك كنا كنا شيء جفاف صاير، لا 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 هذا الورد الوردي من مسافة كذا تشوفه كأنه كذا، لكن ما شاء الله شوف الدنيا كيف كشفت، مكان جميل. ها شوف الورود يبين من صح الورود. صح من الباب الثاني شوفها، هاي لك الورود ها كذا ينشاف، لكن منظر يا سلام. طلعت الورود الوردية بنهاية موسم خريف ظفار 2024، نحن في أعلى الجبال بكافة جبال محافظة ظفار، بتحصل الورود الوردية ما شاء الله تبارك الله. الخريف مستمر والرذاذ مستمر، وكذلك الضباب والغيوم مستمرة في خريف ظفار. شيء عجيب 2024 هذا الخريف، الناس ما فهموا له، عادة الخريف يخلص في بداية 9، والآن نحن في بداية 9 بعدنا والخريف مستمر، ولكن هالمرة على فيو الورود الوردية. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، ذكروا الله وصلوا على النبي اللي ما جاء على خريف ظفار، تعال الآن استمتع في خريف ظفار على ظهور الورود بكافة الجبال. عندك ضيف وتبغي تعزمه وتبغي تلذذ بالأكل، عليك عليك بمضابي رقم 8. الله يطول عمرك، كرامتك يا عبيد وسامحنا. مضابي رقم 8 في أتين، طبعا ما شاء الله تبارك الله صار لي أكثر من 5 سنوات أعزم ضيوفي معه، بيض الله وجهه. اللي بيجي على ظفار واللي موجودين في ظفار، الأسعار الطيبة والأكل الطيب، ومحلي محلي عبيد ترى محلي. صور الشاشة يا عمي وعليكم بالعافية. تبغي تعزم ضيوفك غدا وغيت العشاء، تعال مضابي رقم 8 عند هذا الرجل ابو عابد. يا مرحبا وسهلا، تشريف لك. شكرا لك العبيد، شرفت ونورت عبيد. عبيد البركه والله. عبيد من دوله الامارات العربيه الشقيقه ومن دبي، تقييمك على مضابي رقم 8 من كم سنه الحين معاهم ما شاء الله؟ والله من ميت صلاه ما شاء الله. عرفت هذاك اللي فوق من شوفها شوفها خليل المشي. يا مرحبا وسهلا، الارقام في الفيديو، عندكم ضيوف تعالوا عند هذا الرجل الطيب. مضابي رقم 8 صفة المضابي باتجاهكم على تين، صوروا الشاشة يا جماعة. المكان اللي جاي عليه فوق جبال طاقة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله فيو البحر فوق الجبال، وعلى فيو البحر وعلى منظر ولاية طاقة الجميلة والراقية ما شاء الله تبارك الله. أبطل الكرسي وبيلس هنا اليوم أشوف الفيو الجميل. شوفوا هنا جلستي اليوم، طبعا المكان مرتفع مرتفع، شوف الضباب الغيوم فيو البحر وعلى الجبال وعلى فيو ولاية الطاقة، على يميني وعلى يساري عوائل ما أقدر أصور ما شاء الله تبارك الله.
حياكم الله. تعرفوا ان في ناس قبل سنوات اجوا على خريف ظفار من الشمال وارتاحوا وحبوا ظفار وبعدها استقروا في ظفار. البعض منهم انتقل من وظيفته من الشمال وطلب نقل على محافظة ظفار واشترى عقار هنا واستقر هو وأولاده وخلى أولاده بعد يدرسوا بالمدرسة. ما شاء الله تبارك الله حصلت عدد كبير حبوا محافظة ظفار واستحبوا أن يستقرون فيها بطول المواسم ما عدا المناسبات مثل الأعياد وما شابه يرجعوا إلى أهاليهم. كثير صادفت ناس كذا بطول السنوات اللي جيت فيها في خريف ظفار. لهذا السبب أنا أشجع أي منطقة سياحية في بلدك خذ فيها عقار، أضمن عقارك في بلدك أفضل عما تشتري عقار خارج السلطنة. الآن حروب وما شابه ما تعرف وشو قاعد يصير في العالم، العلم عند الله عز وجل، لكن تبغي تضمن عقارك أضمنه في بلدك. لهذا السبب أنا أشجع أن الواحد يشتري عقارات في ظفار وكافة الأماكن السياحية اللي ناجحة في سلطنة عمان. ما لومهم في حب محافظة ظفار، حقيقة أنا استمتع كثير أني أقعد في بلدي واستمتع بالأجواء السياحية في سلطنة عمان في ظفار بكافة محافظة ظفار والولايات الأخرى بالسلطنة.